اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم صحه وراحه. كل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك سعيد عليكم يا رب. النهارده ان شاء الله هنقدم لكم حلويات بس من نوع خاص، تورته وكب كيك. خليكم معانا، هنروح فاصل ونرجع لكم على طول. ورجعنا لكم من الفاصل. هنقدم الكب كيك. اول حاجه هنحتاج في المقادير بتاع الكيكه بتاعتها، هنحتاج دقيق، زبده، بيض، بيكنج باودر، لبن، سكر، فانيليا، وقرصه ملح بسيطه، وبشر ليمون. تمام، هناخد البيض، هو وشويه ملح، يعني قرصة حاجة خفيفة جدا، معاه الفانيليا، وهنضربهم مع بعض. واحنا بنضربهم هنحط معاهم القشر بتاع الليمون او القشرة دي الحامض اللي احنا عملناها. اللبن، كل ده واحنا شغالين بنضرب، يعني ما نوقفش ضرب خالص. وهنبتدي ننزل السكر بالراحة. طيب دلوقتي هناخد الزبدة بتاعتنا، هناخد الزبدة وهنكمل ضرب برضو. طيب هنحط البيكنج باودر، وهنيجي ناخد الدقيق. طيب هنيجي هننزل الجناب بتاعتها. انا عايزه القوام بتاعها بتاع الكب كيك، عايزاه يبقى تقيل مش خفيف قوي عشان يدينا، عشان تبقى الكيكه حلوه معانا، يعني عشان يبقى قوامها حلو معانا لما تستوي. طيب بنقعد نضرب فيها، يعني احنا بنقعد نضرب فيها لمده تقريبا 6 دقائق، نكمل ضرب فيها، وبعد كده بنفضيها في القوالب بتاعه الكب كيك. طيب انا هنا عندي عاملاها وندخلها، طبعا هندخلها الفرن على درجه حراره 160 لمده نص ساعه، يعني 30 دقيقه 40 دقيقه، حوالي 40 دقيقه. اوكي انا هنا بتبقى هي بالشكل ده، وهنا عندي الكب كيك انا عاملاه ومخرجاه عشان نعرف نزينه مع بعض. طيب ده الكب كيك، طبعا انا قسمت النص وحطيت نص فيه بودرة كاكاو ونص خليته عادي. طيب هنحطه على جنب ونشوف الكريمة بتاعتنا. هناخد من هنا شوية كريم شانتي، يعني اي كريمة عندكم ممكن تستعملوها، ممكن تستعملوا كريمة الزبدة، بس هي أنا بالنسبة لي في الكب كيك بالذات كريم شانتي بيبقى أحلى. طيب وهناخد عجينة سكر، هنزينها بعجينة سكر، هنخلي دي هنا، هنجيب الفرشة وهاخد كأني بدهن الوش، بس لأني أنا عايزة حاجة بسيطة، مش عايزة أعملها بكريمة الزبدة، لأن الكريم شانتي بيبقى برضو طعمها حلو قوي وبيخلي العجينة برضو تمسك، وبيبقى طعمها أخف بالنسبة لكريم شانتي، بيبقى أخف من كريمة الزبدة.
فعشان كده أنا بفضل أني أعملهم بيها. بندهنهم، ندهن طبقة خفيفة ما بنكترش، بتبقى حلوة في المناسبات، في الأعياد، في يعني عندك ضيوف في البيت بتبقى حلوة إنك تقدميها. ممكن زينوها بالشكل اللي انتوا عايزينه. أنا النهاردة هزوقها على حسب التورتة اللي احنا عاملينها. طيب بنسيبها على جنب وبناخد العجينة بتاعتنا. طيب هنقطع عايزة النشابة. اوكي هناخد شوية بودرة سكر بودرة وبنفردها عشان العجينة ما تلزقش مننا، وبنبتدي نفردها بالراحة. هي في أول طلعة بتبقى ناشفة شوية العجينة، بس بعد كده بتتفرد على طول. طيب فردنا العجينة بتاعت السكر بتاعتنا، هناخد القطعات على الشكل اللي احنا عايزينه. طبعا اي شكل انتوا حابين تزوقوا بيه هتزوقوا بيه. طيب انا هعمل كده. وبناخد الاصغر منها على طول بنحطها بالشكل ده. ونرجع ناخد الصغيرة خالص ونعملها بالأبيض بالطريقة دي. يعني ممكن تعملوا الشكل اللي انتوا عايزينه، بس هو شكل الوردة بيبقى لطيف. طيب بناخد ناخدها من النص وندوس عليها بالشكل ده، وبنسكنها على طول فوق الكاب كيك بالطريقة دي. طيب هنرجع هناخد هاخد من الكريمة بالشكل ده بسيط عشان تثبت معايا. وهحط اللي هو العقيق، او مش عارفة اللي هو زي اللي هو بيبقى حلويات برضو، بيبقى زي العقيق، احنا بنقوله العقيق. طيب بتبقى بالشكل ده. وبناخد كمان الألوان اللي بنستخدمها، الألوان اللي هي بتبقى مصنوعة من السكر، وبنزينها زي ما احنا عايزين، يعني باللون اللي احنا عايزينه. أنا هنا مختار الفضي عشان أنا بشتغل بالفضي، أو اشتغلت بالفضي في التورتة. بيبقى بنلمسها بس بالشكل ده، يعني بنلمسها من الأطراف بتاعة الوردة. سهلة جدا ومش هتاخد منك وقت خالص، وبيبقى منظرها لذيذ وحلو وبيفتح النفس بصراحة. طبعا الحاجات اللي انا بستخدمها دي كلها من السكر، بتصنع من السكر وصالحه للاستعمال وللاكل، فبيبقى شكلها يعني بنقدمها بالشكل ده بالطريقه دي. فانا هكملهم وهنروح فاصل
ونرجع لكم تاني مع التورته بتاعتنا. خليكم معانا. ورجعنا لكم من الفاصل. عملنا الكب كيك بتاعنا طلع بالشكل ده، وهنروح دلوقتي للكيكه بتاعتنا او التورته بتاعتنا. هنحتاج فيها طبعا هنعمل السبونج كيك. السبونج كيك طبعا كلنا عارفين المقادير بتاعته، هتلاقوها برضو على الشاشه موجوده. انا هعمل دور واحد هوريكم بس كيفيه تزيينها وازاي بنعملها. طيب هنحتاج فيها الكيك طبعا، الكريم شانتي انا عاملاه ومضروب هنا مع السكر، وهنا سكر بودره وزبده وقشر ليمون مبشور عشان نعمل الكريمه بتاعه الزبده اللي هنعملها كفر للكيكه عشان عجينه السكر بتاعتنا تمسك، والفاكهه طبعا عشان نخلطها مع الكريم شانتي. طيب نخلص من الحشوه دلوقتي، نعمل الكريم شانتي. ناخد بس هناخد الكريمة وهنحطها على الفاكهة. يعني أنا واخدة هنا أناناس وخوخ وفراولة، انتوا تقدروا تحطوا اللي انتوا عايزينه من الفاكهة، يعني أهم حاجة تبقوا مقطعينها صغير. طيب هنخلطها مع بعض، دي هتبقى عندنا الحشوة بتاعت التورتة. واحنا بنخلطها ما نخلطهاش بسرعة قوي عشان الكريمة بتاعتنا ما تهبطش معانا، نخلطها بالراحة بالشكل ده. طيب هنسيبها على جنب وهنيجي نوسع هنا للكيكة بتاعتنا عشان عايزين نقطعها. طيب انا هنا لو الكيكه مش مظبوطه معاكم، يعني مستواها مش مظبوط، بناخدها بنقلبها على الظهر بالشكل ده وهنفتح. بسم الله. طبعا كل ما كانت معاكم القعده اللي هي بتلف عشان الحشو عشان تساعدكم في انكم تعملوا التورته هيبقى احسن. طيب قلبنا الكيكه بتاعتنا، طبعا عشان الكيكه عندي طريه فاتقسمت مني عادي. برضو هنشتغل بيها، قسمناها نصين هنحشيها دلوقتي. زي ما قلت لكم ممكن تحشوها زي ما انتوا حابين، ممكن تسقوا الكيكه نفسها تسقوها، يعني لو عندكم اي عصير انتوا حابينه تسقوها، ممكن تسقوها بالقطر او اللي هو بالعسل السيرب اللي بتتعمل للكنافه والحلويات كلها ممكن نعملها بيه، بس انا هنا مش هسقيها لانها الكيكه عندي طريه قوي فمش هينفع تتسقي خالص. هنعمل الحشوة بتاعتنا بالشكل ده، بدل ما نروح نجيب تورتة من برة تبقى عندنا التورتة بتاعتنا في البيت نعملها مع نفسنا الشكل اللي احنا حابينه، وبيبقى طعمها في منتهى الروعة بصراحة. طيب زي ما قلت لكم انا الكيكة عندي هنا متدمرة، فهاخد النص بالنص وهنحطه. طيب الكيكه بتاعتنا دلوقتي جاهزه، هنعالج طبعا كل المشاكل اللي فيها دي هتتعالج دلوقتي ومش هتبقى ظاهره خالص. هنعمل الكريمه بتاعه السكر بتاعنا. الكريمه بتاعه السكر بتاعنا جاهزه، يعني ما بتاخدش وقت، بتبقى جاهزه في اقل من 5 دقائق، ودي اللي هتعالج لنا كل المشاكل اللي احنا عندنا دي، ان التورته متكسره ان فيها مشكله. فناخدها بنحط زبدة تبقى مش سايحة بس تبقى على درجة حرارة الأوضة اللي احنا فيها، احط معاها
قشر الليمون عشان ينكهها، يبقى طعمها حلو جدا. وبنضربها لحد ما تبقى عندنا، لحد ما قوامها يبقى متماسك. طيب انا هحتاج هنا ازود شويه زبده. طيب هي بقت عندي كده تمام. هناخدها وندهنها في ال... طيب واحنا بنعالج التورته بتاعتنا، لو فيها اي مشكله زي اللي حصل معايا دلوقتي، لازم نبقى ضامنين الناحيه اللي احنا بنعالجها بالطريقه دي عشان تتلم معانا وما يبانش العيب فيها في العجينه بتاعت السكر لما نيجي نعملها. طبعا انا بس بحطها الاول وبعد كده هبتدي اخففها من فوق خالص، مش هسيبها بالشكل ده. هنبتدي نضمها ونشيل كل الزوايد بتاعتها. انا كل ده بعمله عشان اخد الكفر اللي هعمله عليها عشان عجينة السكر تمسك فيها. كده انا عندي الكيكه، عملت لها الكفر اللي انا عايزاه. هناخد النشابه ونعمل عجينه السكر، بس انا عاملاها هجيبها على يعني في طبعات زي دول بالشكل ده بيتعملوا. خلينا نشيل بس عشان هنا في زبده واقعه. طيب في طبعات بيتعملوا بالشكل، يعني موجودين بالشكل ده، بيتباعوا عند الناس اللي بتعمل حلويات، بيبقى اشكال وانواع كتيره قوي. طيب هناخد عجينه سكر الاول هنفردها. ممكن تختاروا اللون اللي انتوا عايزينه في العجينه براحتكم. اهم حاجه نعملها بالراحة وكل شوية نلفها عشان ما تتقطعش مننا. طيب هاخد الطباعة عليها وهقوم قلباها بالشكل ده وهعديها على الطباعة. عشان تاخد الطبعة اللي فيها، بس اهم حاجة ما نحركهاش من على الطبعة عشان ما نغيرش الشكل بتاع يعني الرسمة ما تتلخبطش معانا. بنشيلها بالشكل ده وبنقوم حاطينها على التورته كده.
كده احنا بنبقى، خلينا نشيل ده هنا. وبنبتدي نشيل الزوايد. ممكن نشيلها بسكينة عادي. بالشكل ده. وهنبتدي نرجع تاني. ألفها عندي عشان أعرف أظبطها. طيب كده التورته بتاعتي جاهزه، بس هنزينها. هناخد العجينه البينك وهفردها بالنشابه برضو. ممكن نزينها بالاشكال اللي احنا عايزين، او اشكال القطاعات اللي عندنا عايزينها نعملها بيها. طيب انا هنا احنا اتفقنا ان احنا عاملين الوردة، بس هعدي عليها دي. بالشكل ده. هرجع نشيل ده السكر، ده بيتشال على طول. وهنرجع نقطعها طيب. هناخد كمان العجينة البيضة بتاعتنا نشيل دول عشان ما نبوظهمش، وندوس عليها بالشكل ده. وهنحط عليها الطباعة، خلينا ندوس المرة دي كده. بالشكل ده. ناخد الورد بتاعنا عشان يبقى شكله حلو. ممكن تعملوه على اتنين على تلاتة زي ما انا عملته الكب كيك تلاتة. ممكن نعمله زي ما احنا حابين. طيب نبتدي نحطهم عليهم. وبعد كده بنجيبهم عند بعض ونركب الوردة فوق بعض زي ما احنا عملنا. وهنجيب ال، خلينا ناخد من دي من الكريمة بتاعت الزبدة بتاعتنا، ونشوف احنا عايزين نحطها في ايه. ثواني. يعني هنحطها بالشكل ده.
طبعا ممكن تبقى دور ممكن تبقى دورين. احنا عاملين هنا تورتة دورين، بس انا هنا بوريكم بس الشكل بتاعها بنعمله ازاي. وبنزينها برضو بالخرز بتاعنا. طيب هرجع هنا واغطي جناب التورته بتاعتي بسرعه، ادخلهم لتحت باي حاجه باي اله عندنا رفيعه. وانا هسيب التورته دي كده، مش هعمل لها فضي ولا هعمل لها اي لون تاني. كده بالشكل ده بتبقى التورته بتاعتنا جاهزه. كل سنه وانتم طيبين وعيدكم مبارك سعيد يا رب. عاملين هنا تورتة ليها دورين ركبناها على بعض، بنزينها بنفس الشكل وبنعملها فوق بعض. أنا اديتكم نفس الديزاين تقريبا بس الألوان اللي مختلفة. جربوها وقولوا لي رأيكم إيه، ويا رب إن شاء الله تنال إعجابكم. وبصحة والراحة لحلقة جديدة. عيد مبارك سعيد، بالخير يا رب عليكم كاملين. شكراً.